النهارده كلمينا عن كواليس بقى وكلمينا عن الدور. بصي احنا المسلسل بتاعنا اسمه كواليس، اخراج استاذ محب وديع. هو بيحكي المسلسل الاسم بتاعه له معنيين. المعنى ان احنا اولا المفروض بيحكي عن قصه موظفين في شركه اسمها شركه كواليس للدعايه والاعلان، ما بين مدير وعامل في الشركه، العامل بوفيه، السكرتير، كل ابطال المسلسل شغالين في شركه كواليس. ولكن الاسم عندنا له معنى اخر، وهو كواليس الموظفين. ازاي بيتعاملوا مع بعض؟ ايه المشاكل اللي ممكن يتعرضوا لها؟ ازاي ممكن يبقى عندهم مشكله كبيره في الشركه ويستقبلوا العملاء بشكل مختلف؟ كواليس العائلات، ازاي ممكن عيله تبان لك ان هي مبسوطه وعايشه حياه حلوه ولذيذه، ولكن هي في كواليسها عندها مشاكل وعندها ارهاقات كثيره جدا. كلميني عن دورك بقى. انا دوري غاده، شغاله في شركه كواليس، سكرتيره المديره اللي بتقوم بدور هادي كرم. غاده بنت فقيره من منطقه شعبيه ولكن طموحه، بتضيع كل لبسها وكل فلوسها على اللبس والمظهر، وعايزه تبقى فنانه مشهوره، نفسها تبقى نجمه النجوم، وعندها حقد طبقي شويه عشان هي فقيره ومش عارفه توصل لاي حاجه، وموظفين الشركه معظمهم من طبقه اعلى من طبقتها، فهي طول الوقت عندها احساس ان انا محتاجه اوصل للناس دي، محتاجه اقهرهم، لو ما عرفتش ابقى زيهم ابوظهم. ففي ناس كده، فشخصيه غاده من الشخصيات اللي نقدر نقول عليها سوسه، بتوقع الدنيا في بعضها، هي اللي بتسبب مشاكل في كواليس الشركه نفسها. بنشوف بقى ازاي ممكن توقع ما بين موظف وموظفه، ممكن تتسبب في رفض حد، ممكن تتسبب في اضطهاد حد او تتنمر على حد. وغاده في الاخر بيحصل لها بقى مشكله بسبب كل اللي هي بتعمله ده طبعا. وبيحصل فعلا. التعامل بقى مع هادي كرم من على قرب يعمل ازاي؟ جميل جدا. احنا عندنا نجمتين جمال جدا، هادي كرم ونورهان، الاثنين بصراحه لزاز ولطاف، وكمان احنا كلنا شباب، هادي يعتبر شاب زينا، روحها حلوه يعني ما تقلش روحها عن اي فنان كبير، ما بين جمال وطاقه ايجابيه بتديها لنا طول الوقت في اللوكيشن. هادي كمان الشغل معاها بحس دايما هي يعني طبعا تاثرت بالبرامج اللي هي بتعملها، فبحس ان انا قاعده مع حد قادر يكسر التلج بيني وبينه، من كتر ما هي في البرامج بتقدر تكسر التلج بينها وبين الضيوف، وبتقدر تفتح مواضيع وتقدر تتكلم بشكل احلى وسلس وجميل. انت بقيتي دلوقتي مسرح وبقيتي مسلسلات، عايزين سينما بقى كمان اكتر؟ في سينما ان شاء الله، في فيلم منتظره عرضه باذن الله. الفيلم هو، بصي هقول لك، هو الفيلم بطوله مجموعه شباب، الفيلم اسمه فيروس. احنا كلنا شباب معنا، بس ضيوف شرف ما بين مها ابو عوف وريم البارودي، لكن احنا مجموعه شباب. وفيلم رعب، يعني حتى الجانر بتاعه مختلف شويه، رعب. رعب برضو مش الاوفر بقى اللي هو دم وقتل وذبح، لا، رعب بشكل مختلف، سسبنس اكتر. ده انا منتظره عرضه ان شاء الله الفتره اللي جايه. ياسمين، سمعتي اماكن السهر بتاعت عمرو دياب؟ طبعا الكليب يجنن بصراحه. انا مبسوطه بروح عمرو دياب، يعني حتى احلى كابل بنسميه في الوسط عندنا عمرو دياب ودينا الشربيني، اكتر اتنين في حياه في علاقتهم، بيدوا مثل لكل الناس المرتبطه ان بص حد بيحب حد بيقدره ازاي، بيتشرف ان هو يبقى معاه في الكليب بتاعه، في شغله، حتى يبقى معاه في خروجاته، في اماكن السهر. فحاجه كابل كده، يعني اتمنى ان الناس تقتدي بالعلاقه الجميله ما بين الراجل والست دي. في بعض الناس نوهوا كده على السوشيال ميديا، طبعا انت عارفه السوشيال فيها ايجابي وسلبي، من الحاجات الايجابيه اللي انت قلتيها طبعا، لكن السلبي قالوا ايه؟ اول حاجه هي لعمرو دياب، دينا شربيني تقرب لك ايه؟ هو انت ليه واخدها معاه في الكليب؟ سمعنا كده تعليقات سخيفه. بصي هقول لك على حاجه، انا شايفه ان علاقه الراجل بالست دي علاقه خاصه، عامله زي علاقه الشخص بربنا، دي علاقه خاصه برضو. انا شايفه ان هم لو عندهم حاجه عايزين يقولوها للناس هيقولوها، اكيد هم في بينهم علاقه، وعلاقه وطيده وكويسه ومفهومه، بس يمكن هم مش حابين ينوهوا ده للناس، بس هم قايلين بشكل واضح ان احنا بنحب بعض، باين جدا، احنا مش محتاجين نسال انتوا بتحبوا بعض ولا لا، وتقرب لك ايه ومش تقرب لك ايه. هو عمرو دياب مش محتاج يبرر علاقته بدينا الشربيني اساسا، يعني هو علاقه جميله واحنا مبسوطين بيها وحابينها وعايزينها تستمر.